عبد الرحمن، ما هي أبرز المشاهدات لتأثيرات إعصار شاهين على ولاية الخبورة جنوب محافظة الظاهرة؟ أهلا نايف. فعلا كنا نتجول اليوم في ولاية الخبورة منذ صباح اليوم، أيضا نسمع الآن صوت المروحية. المروحيات لم تتوقف في هذه الولاية لمحاولة استطلاع المنطقة وأيضا إنقاذ بعض العالقين، إن كان هناك عالقين من مواطنين ومقيمين. أيضا من ضمن المشاهدات، لعل زميلي ريان يأخذ بعض اللقطات، هؤلاء شباب عمانيين توقفوا على جانب الطريق الرئيسي الرابط بين ولاية الخبورة وأيضا العاصمة العمانية مسقط لإزالة بعض الأشجار وبعض النخيل التي كانت تسد هذا الطريق الرئيسي. طبعا عمل تطوعي من قبل شباب عمانيين من ولاية الخبورة والولايات القريبة منها. أيضا كان هناك حضور للدفاع المدني العماني وأيضا طيران السلاح السلطاني، الطائرات المروحية للشرطة وسلاح الجو السلطاني. تم إجلاء العديد من المواطنين والمقيمين، لا سيما نايف الموجودين في القرى المنخفضة المتاخمة للسواحل العمانية، وأيضا نقل بعض العالقين. وأيضا منذ ليلة البارحة تم إجلاء بعض المواطنين إلى مراكز الإيواء التي يبلغ عددها حوالي 9 مراكز متوزعة على عدد من الولايات. أيضا من ضمن المشاهدات اليوم، كان هناك انقطاع جزئي للكهرباء في ولاية الخبورة والولايات القريبة منها، وأيضا كان هناك ضعف بالاتصالات بالإنترنت اشتكى منه بعض المواطنين العمانيين، وأيضا نحن لاحظناه في هواتفنا الذكية. أيضا هناك بلاغات لعدد من المفقودين، حتى الآن يتم البحث عنهم أولا بأول. نشاهد الآن سيارة أيضا للدفاع المدني موجودة، يعني هناك تكاتف من جميع السلطات العمانية. هناك لجنة وطنية لإدارة الحالات الطارئة، هذه اللجنة نايف مكونة من 8 قطاعات رئيسية ومهمة، وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها، وزارة الصحة، وأيضا عدد من القطاعات الحكومية في سلطنة عمان. عبد الرحمن، هل كشفت عمان عن أي خطط لإصلاح البنى التحتية لتعويض المتضررين جراء هذا الإعصار؟ نعم نايف، فعلا السلطان هيثم قبل ساعات قليلة أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم منازل المواطنين المتضررة وأيضا الممتلكات المتضررة جراء إعصار شاهين، والإسراع في إصلاح البنية التحتية والشوارع الرئيسية. لاحظنا أيضا هناك وجود جرافات موجودة من قبل بلدية الخبورة وأيضا الولايات الأخرى لمحاولة تسهيل الحركة المرورية أولا بأول، لأن هناك بعض المواطنين يريد الانتقال إلى ولايات أخرى، أيضا هناك بعض المواطنين يريد له مصالح في العاصمة مسقط وأيضا ولاية السويق وغيرها من الولايات. فمنذ الساعات الصباح الأولى عندما بدأ النهار بالظهور وبدأت آثار الأمطار تتضح للسلطات العمانية، بدأت سريعا بإصلاح ما تستطيع إصلاحه سريعا وفق توجيهات السلطان هيثم.